الشرط الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. نعم، أن يكون يعني التيمم بتراب، أن يكون بتراب، وهذه القضية أن يكون يعني بتراب، يعني هذه في مذهب أحمد رحمه الله، والجمهور لا يشترطون التراب، وإنما يقول يجوز التيمم بالرمال، والتراب هو الذي له غبار، والرمل الذي ليس له غبار، ويجيزون التيمم على الحجارة، ويجيزون التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا، أي كل ما صعد على وجه الأرض. والتخصيص بالتراب إنما جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية عند مسلم: وجعلت تربتها طهورا، وجعلت تربتها طهورا. قالوا فخص التراب، فخص التراب، والجمهور على أنه ليس يشترط، لا يشترط التراب، وهو أيضا قول في المذهب أنه لا يشترط التراب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قول الثاني في المذهب أنه لا يشترط التراب، وإنما كل ما صعد على وجه الأرض يجوز التيمم به. ولذا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار صلى الله عليه وسلم، ولما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم، تبوك أرضها رملية ليست ترابية، في الطريق تيمم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يشترط التيمم بالتراب، وإن كان التراب أفضل لنص الحديث: وجعلت تربتها طهورا، في التراب أفضل من غيره، ولكن لا يشترط على الصحيح، وهو القول الثاني في المذهب. قال: يكون بتراب مباح، يعني لو كان التراب مغصوبا أو مسروقا فلا يصح المذهب، والقول الثاني يصح في التراب غير المباح، لكن لا بد أن يكون طهورا، لو تيمم بتراب النجس أو برمل النجس لا يصح، كما أنه لو توضأ بماء النجس كذلك لا يصح هذا الوضوء. غير محترق، غير محترق لأنه إذا احترق فإنه يكون أصابته النار كالخزف مثلا، هذا تراب محترق يحرقونه، والإسمنت مثلا، طيب يقول لا يجوز تيمم بهذا، هذا صحيح كان تراب لكن احترق، ولكن الصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه يجوز تيمم بكل هذه الأشياء، التراب المحترق والرمل وكل ما صعد على وجه الأرض، حتى في السبخة، الأرض السبخة الصبخة نسميها، هذه الأرض السابخة، كل هذه يجوز تيمم فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: له غبار يعلق باليد، قلنا هذه صفة التراب، التراب يكون له غبار يعلق باليد. نعم.